عن قناعتي الشخصية، لأنني لا أقتنع وليس ديني قناعات شخصية بالأحزاب، لكن ممكن أن يكون حزب الإخوان المسلمين هو أقرب إلى نفسي نظرا لمصداقيته. ولكن من خلال ما ذكرت في جلسة المؤتمر الوطني يوم أن تم التصويت على قانون التعزل، والتصريحات التي خرجت بعد ذلك من قبل بعض أعضاء المؤتمر والذين قالوا بأن كان من المفترض أن يتم التصويت على مسودة القانون فقرة فقرة وليس مادة مادة، ولكن مرر ذلك القانون بطريقة ربما كانت في مصلحة حزب الإخوان المسلمين. حقيقة يعني ما صدر عن المؤتمر هو أمر يجب أن يرضى به الجميع، لأن تم في جو ديمقراطي، وحجة هؤلاء ربما تكون غير واقعية باعتبار أن المواد كمواد تقنية قد حصلت على أغلبية تصل إلى 98% من الحاضرين. ولكن كان ود أيضا وكانت ود أيضا أن يصمد أعضاء الجماعة هذا الأمر، خاصة وأنه قد نكد أحد أعضاء المؤتمر السيد فواز العيضة في لقاء له مع قناة الجزيرة أولا أن الاعتصامات الموجودة في الشارع كلها وراها ربما وراها رئيس الأركان الذي يتشبث بمكانه وبمنصبه، فأردت أن أوجه هذه الرسالة حتى إذا كان الإخوان هم وراء هذه الإقامات عبر السيد اللي هو رئيس المنظومة. نعم. نحن مثل ما سمعنا في هذه النقرة منذ قليل المجتمع الدولي تلقى على وضع ليبيا ويعمل ويتطلع أن تكون ليبيا قد شفت. نعم سيادة. أعلن رئيس الحكومة